سامحيني عالنهار لو طاحني ساري ويمين، سامحيني وهذي آخر كلمة ما بينك وبيني. يقول وسط الخيام من تسمعين بالعطش تتعالى صرخات اليتامى، صبري الأطفال لا ينوحون ساعة والعباس يرجع بالسلامة. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. ما خاب والله تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم. يا سادتي فنفوز فوزا عظيما. أتطلب دنيا بعد شيء بقذالي وتذكر أياما مضت وليالي؟ أتخدعني الدنيا وقد شاء مفرقي وأصبحت معقولا لها بعقالي؟ ولي فيها ولي فيها أسوة بآل المصطفى بنو خير مبعوثين وأكرم آلي. تقسمه تقسمه يا مريب المنون فأصبحوا عبادي أشتاتا بكل مجالي. فبين شريدين ترتمي غربة النوى به بين غيطان وبين جبايا،
هيالي وبين الصليبين مائل من فوق جذعتي يتهب عليه من صبال وشمال وبين السميم قد سرى في عظامي من السم قتال بغير قتاها أروح وما قلبي علي بسايا يا لي بمنصلة ذي رونق وصقا مصطفى حينما مضى قضت لم تفز من إرثها بخلا أم الحسن الزاكي سمي جعيدة وويله قضى بين أنصار له وموايا حذر قلبك يا موالي فلا يقضى له بالزوال فديت إماما قد رقى الشمر صدره لقطع وريد أملح يزق ذا
فديت إماما أجمعوا بعد قتله على سلب نسوان له. تدري من النسوان؟ تدري هالمصيبة اللي أنا بقراها؟ مصيبة أورثت الإمام زين العابدين 34 سنة بكاء وهم وغم. فديت إماما 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 أيين أجمعوا بعد قتله أي على سلب نسوان له وعياها. فديت إمامي يا 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 قد سروا بوصي أي عليلا عليلا على قطب الجمال هزالي أي على قطب الجمال هزالي يحن على وقع السياط ويغتدي أسيرا 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 وآل الله فوق جمالي أي أسيرا وآل الله فوق جمالي يا يا قضى والحوز فتت قلبه إلى أن قضى والحزن فتت قلبه ففرق شمل الدين بعد وصالي أي ففرق شمل الدين بعد وصالي بالله يا ناعي لا تهيج فاطمة يلا يلا هذه ليلة زين العابدين ليلة واحد يعتبر من البكائين الخمس اللي 34 سنة ما نشهد دمعته اللي 34 سنة من يشوف الماء يقول آه حسين اللي 34 سنة من يشوف عماته يتذكر ذيك الأيام. يلا هالليلة خلنا نرفع أصواتنا نون ويا الزهرة نبكي نبكي وياهم. بالله يا ناعي لا تهيج فاطمة اليوم كافي ضلعها من الحزين كل يوم ملجوم وجاها خبر هاليوم والي الحرم مسموع وظلت عقب عينه غريب الهاشمي الله يعين على الحزين أمه الزهرة ظلت عقب فقد النبي تودع العترة ما بين مسمومة وقضى مكسور صدره يا ما بين مسمومة وقضى مكسور صدره والغاضرية ما مثيل هالغاضري ما
نشفت العبرة ولا لحظة من العين بين القبور تدور بلاعة وحزن وحني بعد بعد وكل الرزايا مهونة تهرزية حافظ اقرأ وياي وكل الرزايا مهونة تهرزية تقصد القبر كل صباح وكل مسي وبلاعة مصاب حسين ترجع للمدينة شو تسوي تزور النبي الهادي وتتذكر حنينة وصاب البقيع تزور لقبوري لقبوري الحزينة وللنجف تمشي ثاكلة بعبرة جرية بعد بعد ومني النجف تمشي سامرة وبغداد كل يوم عندها ويا الغريب بطوش بطوش ميعاد تختم الدمعة بكربلة والحزن عواد وتطوف قبره وتنتحي بدمعة شجية تشتم تشتم ضريحة وتصرخ بصوت الفجيعة ما بين حجرة منحرة ومذبح رضيعة وما بين كافر زينب بصدري شريعة وما بين ميدان الخيول الأعوج لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين بسم الله الرحمن الرحيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى لسلامة صاحب العصر والزمان ولقضاء حوائجكم جميعا ولشفاء مرضاكم صلوا على محمد وآل محمد ثلاثا بأعلى أصواتكم وردت إحدى معاني الذكر في القرآن الكريم وعلى لسان التفاسير إن الإعراض عن الذكر هو إعراض عن محمد وآل محمد الله صل على محمد وآل محمد
والعلة التي من أجلها إذا أعرض الإنسان عن النبي الأكرم وعن عترته الطيبة الطاهرة فإنه سوف يعيش معيشة ضنكا تصطلمهم الحوادث وتحل بهم المآسي، وذلك لعدة أسباب. السبب الأول إن الله سبحانه وتعالى عندما جعل في أرضه أولياء له اصطفاهم من أجل بريته وانتخبهم من أجل ضمان سلامة الأمة واعتبارات الشريعة، فإنه لم يختارهم اختيار عشوائي، إنما هذا الجعل الإلهي وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات كان هذا أمر مقدر محتوم من الله سبحانه وتعالى لأمته للبشرية جمعاء. فلو نقف تاريخيا على ما صدر من أهل البيت من التصرفات من العلوم من المعارف إلى ماذا دعا أهل البيت، كيف تعامل أهل البيت، كيف واجه أهل البيت الإعصارات التي حلت بالبشرية بسبب الطغيان، بسبب الغفلة، بسبب الغطرسة، بسبب حب الدنيا، واستطعنا أن نفهم سيرتهم وحقيقة مسيرتهم وطبقناها في حياتنا من تعامل، من ثقافة، من هدوء، من اتزان، من صبر، من حكمة، لوجدنا أن كلما وقعت الأعاصير على رؤوسنا وأرادت بالأمة أن تكون في ضنك من العيش لقابلتها سيرة المعصومين بفتح فرجة وفتح باب للخيرات حتى يمكن للإنسان أن يتعداها. عندك أنت في التاريخ سيرة 12 معصوم، إحنا عندنا سيرة 12 معصوم على اختلاف الأزمنة، على اختلاف الأنماط، على اختلاف المقدرات الحياتية. كل معصوم من المعصومين عاش فترة من الفترات لها ظروفها الدينية السياسية الدنيوية، واستطاع بواسطتها أن يؤدي تكليفه الرباني وأن يصبح صمام أمان لأمته ولمن يتبعه. فاليوم لما أنت تتكلم عن 12 نمط ثقافي، 12 نمط سلوكي، 12 نمط علمي، 12 نمط سيرة عطرة راقية مؤدبة مهذبة متقنة، واستطعنا أن نهضمها وأن نفهمها، هل يعقل بأنه إذا ألمت بنا الأعاصير الدنيوية لا يمكننا أن نتجاوزها؟ لا، نتجاوزها ولا نعيش الضنك. لماذا؟ لأننا عندنا ركيزة مهمة نرجع إليها، وهي ثقافة محمد وآل محمد. ولهذا من جملة تلك الصور الثقافية والمعطيات الدنيوية التي مرت بصاحب هذه الليلة الإمام علي بن الحسين سلام الله عليه، نريد أن نعيش صورة من صورة تصرفاته، عملا من الأعمال التي قام بها الإمام في ظروف حالكة، في ظروف سيئة، في ظروف كان الهدف من وجودها دنيا وكرسي وسطوة فقط لا غير. كيف استطاع الإمام سلام الله عليه أن يتجاوزها؟ كيف استطاع الإمام أن يأتي بدوره الرباني في ظروف هذه الظروف القاسية؟ لاحظوا أيها الأحبة، الإمام زين العابدين عاش 57 عاما، 23 سنة منها كانت
فترة وجوده مع أبيه الإمام الحسين، و34 عاما جاءت بعد استشهاد الحسين، وخلال هال34 عام رأت الأمة ووجدت الأمة على وجه الخصوص بني هاشم وأهل بيت رسول الله، ومن كان يرفع الحق ومن كان يسير على نهج الحق من الصحابة والتابعين وما كان يرضى بالباطل، وجدوا الشيء الكثير من الظلم على يد يزيد بن معاوية وعلى يد حكومة بني المروان. والهدف شنو؟ الهدف ما كان هدفا أخرويا. واليوم اللي يجي يقول لك إن قتل الأبرياء أو إقصاء الناس بالدافع الديني، قل لي جيب لي رواية أو جيب لي آية أو جيب لي حديث صحيح يأمر فيه الله ويأمر فيه رسوله ويأمر فيه الصالحين بأن المجتمع ينبغي أن يملأ بالأحقاد وأن يملأ بالعداوات وأن يملأ بإظهار البغضاء لدى بعضهم البعض، وذلك هو توجيه ديني، ذاك هو توجيه شرعي. أبدا، إحنا اليوم لازم نفصل ونفرق بين حادثتين مهمتين، بين معالم الإسلام وصور الإسلام والتوجيه الديني الصحيح الإسلامي، وبين ممارسة بعض المسلمين في الساحة الإسلامية. إحنا مشكلتنا الأساسية أيها الأحبة إنه لما نأتي إلى الشريعة نشاهد إن الشريعة تدعو إلى التسامح. اليوم وين صور التسامح في الشارع الإسلامي؟ موجودة ولا مو موجودة؟ وكم نسبتها إذا كانت موجودة؟ الشارع الإسلامي يدعو إلى الوحدة، يدعو إلى المحبة، يدعو إلى الاحترام، يدعو إلى الرأي والرأي الآخر، يدعو إلى الثقافة، يدعو إلى العلم، يدعو إلى المنطقية، يدعو إلى الاستدلال. اليوم أبسط مثال هذه الصور التي يدعو إليها الشارع المقدس أين محلها من الإعراب بين المسلمين؟ تقول لي موجودة، حدد لي نسبة وجودها ايش كثر من المية. تقول لي مو موجودة، إذن إحنا لماذا نتغنى بأننا مسلمين والإسلام يدعو إلى هكذا أمور ونحن نبتعد عنه ابتعادا كليا وشكل؟ اليوم للأسف صارت الثقافات الإسلامية أو الصور، صور المعالم الإسلامية هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ممارسة أفراد ضمن رؤاهم وترويج جماعاتهم لهم. الحين هذا منه معصوم عن الأخطاء والزلات، مشرع من المشرعين، إنسان انتجبه الله سبحانه وتعالى واصطفاه، نبي من الأنبياء. الإجابة شنو؟ لا. إذا لم يكن معصوما معناته يمكن أن يتعرض للخطأ، يمكن أن يخطئ، يمكن تصرف ما يكون تصرف صحيح، يمكن رؤيته ما تكون رؤية صحيحة. إذن إحنا اليوم إذا نريد أن نأخذ منهجا سويا، شنو الأدوات اللي لابد أن نأخذها حتى نبتعد عن القيل والقال، نبتعد عن هكذا مفارقات، نبتعد عن هكذا جرائم ترتكب في كل يوم في حق الإنسانية، سواء جرائم ادعاء أو جرائم تهم تلقى أو جرائم تؤدي بأبرياء إلى الموت وتؤدي بأناس مسالمين إلى الهلاك. شنو هي؟ ترى ما تحتاج لا إلى القرآن ولا إلى السيرة النبوية. إذا نريد أن نبعد القرآن والسيرة النبوية عن ملاكاتنا،
اليوم أبسط شيء نحتاج تفعيله في مجتمعاتنا الإسلامية والحضارية هي النظر إلى منطق العقل، إلى جنود العقل مقابل جنود الجهل، وإلى منطق الجهل. اليوم العقل ينظر إلى السلم ويدعو إلى السلم، والجهل يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى الحرب. العقل يدعو إلى المشاركات، الجهل يدعو إلى الإقصاء. العقل يدعو إلى الثقافة، مو ثقافتي لا، إنما ثقافتي وثقافة غيري. المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كانوا إذا يدخلون في ساحة لها أنماط مختلفة من الثقافات، سواء ثقافة لسان باللسان، يعني لهجة تختلف عن اللهجة المتداولة، أو عادات وتقاليد مختلفة، أو حتى أنماط معيشية متعددة. ما تشوف الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه يجي يفرض فروضه وثقافته ورؤيته على الساحة بمقدار ما ينظر إلى صور تلك الساحة الإيجابية لكي يفعلها، وهذا هو التعامل. إن معرفة ثقافة الآخرين وإن دراسة ثقافة الآخرين وعنونة منهج الآخرين لديك تمنعك عن اتهام الآخرين أو إقصائهم أو تحقيرهم بنظرتك الخاطئة. هذا منهجنا، هذه فكرتنا، هذه سيرتنا. ولهذا جنابك تعالى اليوم 1400 سنة من زمن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إلى زمننا الحالي، كم من الويلات حلت على رؤوسنا بسبب جهل الناس فينا، وكم حادثة حملناها على الآخرين بسبب جهلنا بثقافاتهم. ماذا واقع؟ ماذا واقع؟ صرنا نكفر بعضنا بعض على لا شيء، صرنا نحارب بعضنا البعض على لا شيء، صرنا من أجل أن نثبت وجودنا لابد أن نقتل الآخرين ونصعد على أكتافهم ونطأ رؤوسهم بأقدامنا حتى نحن ننجو والآخرين يغرقون. هذا اللي 1400 سنة صار في التاريخ الإسلامي، وبسببه قتل أهل البيت، وبسببه حورب أهل البيت، وبسببه اتهم أهل البيت. جنابك تقدر اليوم تقول لي علي بن أبي طالب بالتاريخ لماذا حورب؟ شنو سبب محاربة الناس لعلي بن أبي طالب؟ تقدر تقول لي شو السبب؟ أنا أقول لك سبب واحد، أقول لك واقع واحد. الإمام الحسين سلام الله عليه يوم عاشوراء خطب عدة خطب، إحدى الخطب سألهم، سأل سؤال منطقي، سأل الناس. اليوم إحنا لما نصور هالحادثة والحالة مع بعض الجهلة اللي يتجرؤون على الأمة بالكذا والكذا والكذا، نستذكر 1400 سنة يوم عاشوراء، توجه للسؤال مثل ما الحسين وجه للسؤال، قال له على ما تقاتلونني؟ على ما تقاتلونني؟ أنا شو مسوي لكم؟ شو مسوي للمجتمع؟ شنو الشر اللي شفته من وراي؟ إذا قضية دينية مو غير أنت من ترفع سلاحك في وجه الآخر، لازم تكون عندك حجة لقتاله، لازم يكون عندك تهمة صحيحة حتى تقدر تدين فيها، وإلا حتى لو كانت تهمة مو غير يعني مو ثابتة يقول لك المتهم بريء حتى تثبت شنو؟ إدانته، صحيح ولا لا؟ جين يقول له على ما تقاتلونني؟ على شريعة بدلتها؟ أنا لاعب بالدين مغير شريعة؟
حلال حرمته، حرام حللته. جيبوا له الكلام هذا إذا كانت القضية مرتبطة بدين، مرتبطة بشريعة، مرتبطة بتلاعب، مرتبطة بتزييف، مرتبطة بتغيير هوية. جيب لي دليل. ما حد قدر يعطي دليل لأن القضية مو قضية دين، القضية مو قضية دين، إنما قضية دنيا وكرسي وشكل. قال إنزين، إذا القضية مو قضية دينية خل نرجع إلى نمط آخر وهو نمط عرفي عند الناس. الناس عندهم أعراف، الناس عندهم موازين، عندهم عادات، عندهم تقاليد، نسبة كرامتهم راجعة إلى التزامهم بعاداتهم وشنو تقاليدهم. الإمام سلام الله عليه رفع إمام تقال ويحكم، أوليست هذه عمامة جدي رسول الله التي أنا لابسها؟ والشكل أنتوا إذا واحد بينكم وبين طلابة أو قتال أو كذا يدخل لكم واحد وسيط محترم مقدر كرامة له من أجل عين ألف عين تكرموا. مو هالشكل بشخصه لم يحضر يطلع الخاتم من إيده يقول له تفضل البس روح قل هذا خاتم فلان دازني لك وهذا الخاتم معي وأنا أطلبك الطلبة الفلانية، يؤدى لحقه ولا ما يؤدى لحقه؟ يدز وياه السيف. الحسين يقول عمامة رسول الله على راسي مو على راس غيري، علامة تقاتلون؟ قالوا نعرف كل هذا، نعرف كل هذا الشيء. احنا نعرف انك ابن بنت رسول الله، ونعرف انك انت سيد شباب اهل الجنة، ونعرف انك انت زين مصباح الهدى وسفينة النجاة، ونعرف اللي يحبك احبه الله والذي يبغضك يبغض الله. كل هالموازين واضحة وثابتة عندنا، لكن احنا أمة فينا مرض. احنا عندنا مرض. شنو مرضكم؟ نقاتلك بغضا منا. الحين تعال شوف علي بن ابي طالب شو مسوي حق الأمة، شو مسوي حق المجتمع؟ سؤال. تدرون علي بن ابي طالب ليش الناس بغضوه؟ ليش قاتلوه؟ ليش رفعوا رايات حرب ضد علي بن ابي طالب؟ علي بن ابي طالب حورب وابغضوه الناس لعلمه. شوف هذا اللي يبغض العلم منه، عالم ولا جاهل؟ حسبها. علي بن ابي طالب عاداه الناس وابغضوه لعدالته. من اللي يبغض العادل غير ما يكون هو شنو؟ والشكل علي بن ابي طالب بغضوه لشجاعته، واللي يبغض الشجاع شو يصير؟ والشكل علي بن ابي طالب عادوه لانسانيته، علي بن ابي طالب عادوه لقربه من الله، لايمانه، لتدينه. علي بن أبي طالب عادوه لأنه لما عرضت عليه الإمرة شي يقول أما والله هذه إمرتكم إن نعلي في صفين من طلع شافوها أمير المؤمنين قاعد يخصف نعله، نعله مسوينها من تخوص وكذا مرتبينها. دخل عليه واحد من أصحابه الإمام سلام الله عليه قاعد يعدل يرجع على قولتنا ابن علي، قال له سيدي العالم كذا، التفت له قال له بكم هذه؟ شال النعلتين كذي بيده، قال له قدرهم النعلة الجديدة ما لها قيمة أجلكم الله، والشكل شنتم كرامة ما لها قيمة، فما بالك بوحدة مستعملة وهالنوبة بعد شنو هم مرجعة ايش لها من قيمة؟ قال له شم هذه؟ قال له سيدي قيمها
قيمها. قال كذا درهم. قال أما والله إن امرتكم هذه أهون عندي من هاتين النعلين إلا الاستثناء شنو؟ إلا أن أقيم حقا وأزهق باطلا. ذاك اليوم نشرت في إحدى الجرائد أنه إلى الآن في بعض المناطق الجبلية اللي الأيام الموسمية تنزل عليها الثلوج في تركيا أو غيرها، زين نقلوا حطوا بالجرائد، من تصير الثلوج تغطي الجبال وتغطي المناطق الغابات، يقومون السكان المحليين الموجودين يشيلون بيدهم دلاء شعير وحنطة ويروحون ينثرون الشعير والحنطة على رؤوس الجبال، يقطونها وين؟ على الجبال. فهذا واحد صحفي شايف هالظاهرة رايح مستفسر، يقول ليش انتم تسوون هذا وشنو هالعادة يعني مالتكم؟ قالت هذه عادة قديمة عندنا توارثناها من الآباء والأجداد من مئات السنوات. شن على شنو؟ قال هذه العادة أخذت بتوجيهات من علي بن أبي طالب عندما قيل له يا أبا الحسن يا أبا الحسن ما ظل فقير في مجتمعك وأكو أموال، قال انثروا الفتاة على رؤوس الجبال حتى تأكلها الطيور فلا يقال إنه جاع طير في حكومة علي بن أبي طالب. زين حتى لا يقال إنه جاع طير في حكومة علي بن أبي طالب. الحين نجي علامة قاتل بغضا منا لأبيك علي بن أبي طالب، أصلا ترك حجة لأحد أن يبغضه، ترك مجالا لأحد أن يقف أمامه ويقول أنا أبغضك لهذا السبب العقلائي؟ أبدا أبدا. ولهذا اليوم أي واحد ينتهج نهج علي بن أبي طالب ويصير على مسير أمير المؤمنين وتشوفه يتحمل النكبات ويتحمل الأزمات، إلا أنه في نفس الوقت وإن امتلأ رأسه إلى أخمص قدميه جراح ما يحاول يقابل الفعل بردة فعل، إنما يقابل الفعل بفعل. شنو معناته ردة فعل وشنو معناته الفعل؟ إحنا 1400 سنة لو كنا نقابل ما يقام ضدنا وعلينا من الأفعال كردود فعل كنا نقدر ولا ما نقدر؟ قتلنا لكن ما قتلنا، صرعنا لكننا ما صرعنا، سببنا ولكننا ما سبينا، والشكيل اتهمنا ولكننا ما اتهمنا أحد، سلبنا ولكن لم نسلب أحد أي شيء كان. ليش؟ لأن هذه ثقافتنا، هذه إيماننا، هذه عقيدتنا، وهذه عناية أئمتنا لنا من الإمام أمير المؤمنين إلى اليوم اللي إحنا نعتبر بنظر الإمام صاحب العصر والزمان، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، يرعانا ويدعو لنا كما إننا ندعو له بتعجيل فرجه، عجل الله تعالى فرجه الشريف، لذكره صلى الله عليه وسلم. ولهذا الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه قابل فئة من الناس، هؤلاء لا تحكمهم قيم، لا تحكم ظروف، لا تحكمهم مبادئ حق، القضية مو قضية دينية، القضية مو قضية إنسانية، القضية قضية مادة ودنيا فقط لا غير،
وكان يعتبرون ذاك اليوم إن آل رسول الله وآل بيت رسول الله وأبناء علي بن أبي طالب هم المعارضين الدرجة الأولى، بوجودهم لا يستطيع من جلس على كرسي الحكم أن يتمتع بحكمه، بوجود أحقيتهم لا يستطيع أن يفضي للشريعة شيء وهي باطلة غير صحيحة. ولهذا ماذا صنعوا؟ وش سووا؟ قتل الحسين، أرادوا أن يدمروا كل مظهر للشارع الإسلامي، كل مظهر للشارع الإسلامي. شوف أكثر من 60 مصدر اطلعت عليه قبل فترة إنهم كانوا يأمرون بسب وشتم علي بن أبي طالب على المنابر وعلى المآذن وفي المحافل، وما كان أكو هناك رجال منصفين يقولون ويحكم هذا علي صهر النبي وبطل الإسلام الخالد، وكان يترضون عن ما يدور على علي بن أبي طالب. لكن شلون، ما الذي صنعه الإمام زين العابدين حتى يثبت هالمعنى، حتى يقلب هالدعايات الإعلامية ضد المسير، حتى يركز ركائز الحق؟ أشبع المجتمعات بالسب والشتم والتدليس على محمد وآل بيت محمد. قالوا عنهم خوارج، قالوا عنهم خرجوا من الدين، وامتدت الاتهامات إلى زمان. يوم من الأيام عمر بن عبد العزيز هذا الحاكم الأموي منع سب علي بن أبي طالب على المنابر وعلى المآذن. قالوا أنت ليش تمنع سب علي بن أبي طالب؟ هذه سيرة اللي كانوا قبل. قال هذا خطأ، وعلي بن أبي طالب واحد ما ينسب علي بن أبي طالب، رفعت راس فخر. وإحنا اليوم إحنا يؤسفنا نشوف بعض الناس من المسلمين بعد 1400 سنة لا عندنا صراعات ولا عندنا لف ودوران على الكراسي، الحكومات مستقرة والبلادين مستقرة، مشكل ما عندنا واحد يدور على القضاء. لكن أكو ناس إلى الآن عندهم مشكلة مع علي بن أبي طالب، ما أدري ليش، ما أدري ليش. يا أخي إذا أنا أعتبر علي بن أبي طالب الإمام الشرعي مالي آمنا بالله، لكن غيري أنا هم علي بن أبي طالب خليفة المسلمين، هم علي بن أبي طالب صهر النبي، هم علي بن أبي طالب بطل الإسلام الخالد. شنو سبب هالمفاضلة هذه؟ شنو سبب هالاختلاف هذا؟ يقول رسول الله، هذا الحديث مروي عند الطريق عند الطريقين عند جمهور المسلمين عامة وخاصة، لو قال رسول الله لو اجتمع الناس على حب علي بن أبي طالب لما خلق الله النار، ماكو نار لو الناس يجتمعون على حب علي بن أبي طالب، ماكو أحقاد وبغضاء وغير 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 وغير. قال ليش تسبوا؟ قال احنا لازم نسب علي بن أبي طالب. ليش؟ علي بن أبي طالب كافر، كافر كافر. دليلكم شنو؟ احنا نقول، انا اقول، وتدري لهم كلمه انا اقول واحنا نقول ترى وايد صار سهل على اللسان بدون حسبه ولا محسوبيه. قال انزين يعني انتم مو غلطانين؟ قال احنا مو غلطانين، اكيد اكيد ان شاء الله توصل لكم العلوم. عمر بن عبد العزيز عنده بنت اسمها فاطمه، زين؟ أكو واحد معروف في البلاد مسيحي، الناس كل من يعرفه شخصية لكن مسيحي، ما عنده إشكالية وياه، يعرفون الناس أنه مسيحي. قال أريد منك في يوم من الأيام في مجلس من المجالس، محفل من المحافل الكبيرة اللي فيها شخصيات العلماء الفضلاء الكذا كذا، تجيني إقبال كل هؤلاء وتقول لي يا أمير إني أخطب منك ابنتك فلانة. هاي مسألة شرعية، هل يجوز لغير المسلم أن يتزوج مسلمة؟ يصير ولا ما يصير؟ ما يجوز.
غير المسلم ما يجوز يتزوج المسلمة، ما يجوز. صارت الأيام، جت الأيام، محفل من المحافل الكبرى، دخل وإذا بعمر بن عبد العزيز قاعد والشخصيات كلها قاعدة، ودخل هذا المسيح والناس يعرفون أنه مسيحي. قال: سيدي لي أمر عندك. قال: تفضل. قال: إني جئتك خاطبا ابنتك فاطمة، شو تقول؟ عمر بن عبد العزيز بكل هدوء وروية وابتسامة قال: أنت شخص كفء كريم، نعم قبلت، سوف أزوجك ابنتي فاطمة. مدة الأعناق، العلماء القاعدين كل واحد طلع لسانه، الشخصيات تحركوا: كيف يا أمير؟ شلون؟ شلون يصير مسيحي؟ قال: خير يا طيب، شو المشكلة؟ ما يجوز يا مولانا، ما يجوز تزوج المسلمة لغير مسلم، لغير مسلم ما يصير. التفت عمر بن عبد العزيز لهم حق هذيل اللي قبل كم يوم، شو يقولون علي بن أبي طالب شنو؟ كافر ما الشكل؟ قال تاريخ يخبرنا يحدثنا: إذا كان رسول الله زوج ابنته فاطمة من علي وهو كافر مثل ما أنتوا تقولون، وأنا هم يصير أزوج بنتي عقها المسيح، إيش فيها؟ إلا اللهم سولنا أبو قريت مرة ثانية زين، وتقولون إحنا غلطانين، علي بن أبي طالب مو كافر، ذيك الساعة تستويني أنا ما أزوج بنتي عق المسيحي. يلا يا حالات العقل، إذا كان فيه استدلال المجتمع، إذا كان يثقف، واحد زائد واحد يساوي اثنين، لكن تعبر خطوات أكبر من خطوتك وتكذب الكذبة وتصدق نفسك فيها، هذه اللي قلب الموازين رأسا على. ولهذا أحبتي، خصوصا أنت يا الشباب، اتحصنوا بالعلم، ثقافة، اقروا تاريخ، اقروا سيرة، اقروا روايات، اقروا نصوص. وإذا شفت واحد غلطان في حقكم لا تغلطون في حقه. تدري ليش؟ لأن ما في إنسان عاقل يغلط في حق إنسان إلا غلطه يكون مسببات الجهل ملعين. مسببات شنو؟ الجهل. هذا لو مو جاهل ما يغلط في حق إنسان بدون وجه حق. وإحنا أبناء أمير المؤمنين. الإمام السجاد سلام الله عليه لا يقدر يدرس، إن شاء الله الحديث تتم بهذه الليالي، لا يقدر يجتمع مع الناس، أي واحد يرتبط فيه يقصى، إقامة جبرية، جواسيس ما يخلونه يتنفس. زين أنا شلون أوصل رسالة المظلومية للأمة التي ظلمتنا أو للذين دلسوا علينا وقالوا إنكم تستحقون القتل، تستحقون الإبادة، تستحقون الإقصاء؟ عملين قام بهم الإمام. العمل الأول كان الأثر المادي، أترك هذا الكلام لليلة القادمة إن شاء الله، لكن العمل الثاني أركز عليه. العمل الثاني قام بعمل عاطفي. اليوم العاطفة هي اللي تحرك الموازين البشرية، لأننا مجبولين على التفاعل عاطفيا أكثر من أن كنا نتفاعل شنو؟ عقلائيا. والشكل شوف لك واحد برا قاعد يتضارب مع ثاني بدون أي سبب، بدون أن تعرف من السبب من المسبب، أنت تقوم وتقط نفسك معه وتتضارب معه. والشكل تشوف لك واحد زين لا سمح الله مسوي لحادث، ما تدري هالواحد منه اللي مسوي حادث، لكن عشرات السيارات تقوم تشيله وتودي تنقذه، لأن قضية عاطفية، قضية عاطفية. حتى اليوم أنت لما أنت بتوصل رسالة مظلومية، أنا أذكر قبل سنوات في إحدى البلدان التي كانوا يصبون دمارهم على الأمة الإسلامية
وكل يوم كم قتيل وكل يوم كم جريح وكل يوم كم بيت ينسف، انت تعرفه صح ولا لا؟ ما حد تحرك وما حد حرك ساكن، الى ان طلعت الوسائل الاعلاميه وطلعت مقطع في شاشه التلفزيون واحد قاعد يتحاشى اطلاق النار مع ولده، واذا بولده يصاب في حجره ويقتل. وش صارت في الامه؟ انقلبوا شجبوا استنكار، وفي بعض البلدان نزلوا مظاهرات وشكل، وبعضهم ليش؟ لان القضيه العاطفيه حركتهم، الجانب العاطفي حركهم. الامام زين العابدين ركز على الجانب العاطفي من اجل ان يوصل المعلومه الصحيحه للناس، اننا لم نقتل كما يقالون اننا خوارج خرجنا على امه النبي، انما نحن قتلنا من اجل الكرسي وطمع الدنيا والكراسي، وما وقع علينا لا يمكن ان يقاس مقياس عقلائي. بالله شلون يا ابن رسول الله؟ شلون؟ 34 سنة يجيبون لقدح ماي بس ما يشوف الماء يمزجه بدموع عينه. ليش يا ابن رسول الله؟ شو السبب؟ يطالع الماء، كيف أشرب وقد قتل ابن رسول الله عطشانا؟ يا جماعة خير، الواحد من يفقد عزيز أسبوع أسبوعين شهر شهرين سنة سنتين والجرح شي يصير فيه؟ يندمل. مو هالشكل؟ 34 سنة الإمام زين العابدين جرح مندمل. زين يا ابن رسول الله كل، يقول كيف أكل وقد قتل ابن رسول الله جائعة. الله أكبر. بعد يطلع في السوق، شايفين أسواق السابق، هذا الخياط وهذا النجار وهذا كذا، بالنتيجة السوق مختلط في كل شيء. ومن جملة من يمر عليهم بالسوق يمر على قصاب جايب له شاة يذبحها حتى بعدين يعلق اللحم ويبيعه، هذه عاداتهم السابقة. مرة واحدة يمر السجال سلام الله عليه على سوق القصابين، يوقف عند قصاب جاي يذبح شاة، يوقف عنده، يوقف على رأسه قبل الذبح، يقول له فلان، يقول له نعم سيدي، يقول له أسقيت الشاة ماء قبل أن تذبحها؟ عرضت عليها ماي ولا تبي تذبحها وهي عطشانة؟ قال سيدي يا ابن رسول الله ايش هالكلام، احنا ثقافتكم تربيتكم تعاليمكم، يا ابن رسول الله نحن لا نذبح الشاة قبل أن نعرض عليها الماء ونسقيها. مرة واحدة يتكه يقول آه أبا حسين أبا حسين، معشر القصابين لا يذبحون الشاة قبل أن يعرضوا عليها الماء، أبا وأنت ذبحت على نهر الفرات عطشانا. العالم يضجون بالبكاء والنحيب، العالم يبكون. ليش؟ يذكرهم، يجدد لهم مصيبة الحسين سلام الله عليه. يدخل عليه أبي حمزة الثمالي، اسمعني، يدخل عليه أبو حمزة الثمالي، يا ابن رسول الله كافعات بس، أما آمن لحزنك أن ينقضي ودموعك أن تنفذ؟ سيدي سيدي أوليس القتل لكم عادة؟ كرامتكم من الله الشهادة. هذا اللي يكرم بالشهادة يرتفع رأسه ويفتخر بأنه مضى شهيدا وهالشكل. لكن سيدي أشوف أنت أصلا ما تفتخر، ما تعترف بهالكرامة، ليش يا ابن رسول الله؟ قال له يا أبا حمزة تعال تعال أسألك سؤال. قال له تفضل. قال أبا حمزة متى كان قتل الأطفال لنا عادة؟ بالله صدوني، عيالنا ذبحوهم على إيدينا، على إيدينا ذبحوهم، أولاد مثل الورود كل واحد طالع فيه مجتمع، هذا بأي ذنب يقتل؟ بأي ذنب سهم يصيبه؟ بأي ذنب رصاصة تقتله؟ ها؟ شنو السبب؟
بعد أقول لك على شيء يا أبا حمزة؟ تفضل سيدي. قال يا أبا حمزة: ومتى كان سبي النساء لنا عادة؟ متى انسبت بنت من بناتنا؟ يلا بعد ما أطول عليك، ما دام دمعتك نزلت يلا لا تخليها توقف، يلا يلا خل نقرأ كلنا ويانا، نخاطب الإمام سلام الله عليه، نخاطب شو نقول له؟ يقول له: قلبي يا أبو حمزة تراه تفطر وذا مثل المصيبة اللي دهتني محد. هذيك أنت تقرأ، لا تعتمد علي، لا تعول علي، لأن أنا ما راح أقرأ لك، أنت اقرأ وأنا أساعدك بالقراية والبواجهة. قلبي يا أبو حمزة تراه تفطر وذا مثل المصيبة اللي دهتني محد، ذيك الأقمار اللي بمنازلهم يزهرون والليل كله من العباد ما، سبعة وعشر فارقتهم كلهم غصون بفرد ساعة 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 مو أكثر، فرد ساعة وسدوهم حر التراب. أصور لك المعنى أكثر، بسم الله. لو شفت جسم اللي على المسنات مطرون، وذاك الشباب اللي بصباح العرس مز، لو شفت الأكبار ما لمتني بكثرة النوح، ما خلت لنا كربلاء لا شيخ ولا. أنا بعيني رأيت حسين بيد الطفل منحور، وما الرباب تعاينه ودموعها تفور، فطر مرايرنا مصايب يوم عاشور. شحكي يا ابو حمزة شعدد من هله بعد، واعظم علي واعظم مصيبة هيجت حزني علي. شنو اي مصيبة يا ابن رسول الله؟ اي مصيبة يا ابن رسول الله؟ وايد مصايب مرة عليك، بالله خبرني اي مصيبة يا سجاد. خلي المؤمنين هم يبكون وياك، خلهم هم يتفاعلون وياك، هم يحترق قلوبهم مثل ما احترق قلبك. واعظم مصيبة هيجت حزني علي، انا شفت صدر ابوي حسين، اين المنادي وحسين؟ واعظم مصيبة الهيجيد حزني علي، انا شفت صدر ابوي حسين. هذه مصيبة، هذه مصيبة، هذه مصيبة. المصيبة الجاية أعظم أعظم ها. والمصيبة الهيجت حزني علي، شفت صدر أبوي حسين تحت بعد 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 بعد. ويلي حرقة وخيامنا ركبة وزانة، يحق له يبكي هالعمر يا ما يحق له؟ يحق له يا ما يحق له؟ 34 سنة يبكي، يحق له يا ما يحق له؟ حرقة وخيمنا، حرقة وخيمنا وركبة وزينة وحدة عادية
بنت علي حاقوا خيام وركبوا زينة مطية بعدين قام ونزل راس الإمام. ش عندك يا ابن رسول الله تنزل راسك؟ أنا أهل قراية أبي أقراها حق اللي عنده غيرة وكلكم أهل غيرة. أبي أقراها حق اللي عنده حمية وكلكم أهل حمية. أنت اللي أمك على راسك تعرف أنا إيش راح أقول. أنت اللي وخيتك ورا ظهرك راح تعرف أنا إيش أقول. أنت اللي عندك بنية راح تعرف إيش أنا. يقول شفت الإمام منزل راسه ويسولف لكن دموع تصب. يا ابن رسول الله ارفع راسك افتخر، ارفع راسك افتخر، ليش مدنك راسك يا ابن رسول الله؟ يا ابن رسول الله مقامكم جنة، مقامكم في العليين، ارفع راسك. يقول له انا ما دنقت راسي. الله اكبر يا صاحب الزمان اسمح لي بقرا هالمصيبة. أنا ما دنقت راسي لجل ذبح الصناديق، ما قصروا بينا تراهم زلزلوا البيت. أنا دنقت راسي حين دخول زينب مجلسي. ليش وش مستوي المجلس يا زين؟ أقول لك ليش مستوي بمجلس يزيد؟ أنا ما أقول لك. سيد جعفر يقول وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس مهبار الله. يقول لي ما ويا حد 34 سنة يبكي. كلما ذكر الناس بالحسين هيج العواطف، لم يستطيعوا على 34 عاما العالم قامت تعيش بركان ثورة الحسين وألم الحسين، حتى عمدوا إليه لكي يدسوا إليه السوم، فدسوا إلى إمامنا زين العابدين السوم. ما أن تجرعه وإذا به ينادي تارة ينادي أحشائي، تارة ينادي أمعائي، تارة ينادي العطش العطش العطش. اشتدت الحالة بالإمام السجاد أجركم الله جميعا. لما اشتدت به الحال جمع أهل بيته، جمع أولاده، جعل يسلم مقاليد الإمام للإمام الباقر، يوصي أبناءه بالإمام الباقر خيرا. ثم إن الإمام عليه السلام ضم ولده الباقر إلى صدره، قال بني محمد أوصيك بوصية أوصاني بها أبي الحسين يوم عاشوراء. لما خرج للقتال قال لي بني علي إياك وظلم من لم يجد عليك ناصرا إلا الله. بعد ثم إن الإمام أغمي عليه 3 مرات، كل مرة كان يسكن أنينه، كل مرة كان يهدأ. في المرة الأخيرة التفت لي جيدا، ها، في المرة الأخيرة لما أفاق الإمام من غشوته وإذا به ينادي يا أرحم الراحمين ارحمني، ويا أكرم الأكرمين أكرمني. ثم إن الإمام مدد يده وأسبل رجله
بعد خلاص 34 سنة من العمر والبكي خلص صار المؤلمة اللي شوفها خلصت الونين بعد خلص اجتمع الناس اقعد اقعد بارك الله فيك اجلس 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 بارك الله فيك الناس اجتمعوا وش صاير قالوا وليس باكي الحسين قد مضى جابوا يشيعونه لازم يغسلونه لازم يحنطونه لازم يكفنونه لما مددوا على صخره الإمام الباقر اجي وطلع هدومه من طلع هدومه جعل يضرب يدا على يقول آه أبا آه أبا ليش ليش يقول أبو يا 34 سنة للحين آثار الجامعة بعنقه 34 سنة آثار السياسة 34 سنة آثار وقز الرماح في خاصرتك يا ابن رسولي طب بعد غسلوه حنطوه كفنوه حملوه إلى قبر رسول الله ومن بعد قبر النبي وجهوا إلى البقيع حتى يدفنون الإمام زين العابدين حفروا لملحودة بجنب قبر عمه الحسن عليه السلام من نزلوه في القبر الإمام الباقر نزل التفت لي جيدا الحين راح تبدأ المصيبة الحين راح تبدأ المصيبة الإمام الباقر في القبر شايفين اللي نزل الميت ما يطول وايد دقيقتين ثلاث بمجرد ما يكشف عن وجهه يوسد خده على التراب وهالشكل يلقنه يحط اللحد ويطلع ما يطول بني هاشم واقفين يشوفون الإمام الباقر طول ليش يا ابن رسول الله قوم نجي نطلعك ندري انك ولد وظهرك مكسور على ابوك يا ابن رسول الله انت ايش قاعد تسوي ليش مطول نظروا واذا بهم يرون الامام الباقر من حني مخلي فمه على خد ابوه وقاعد يقبل ابوه في الله هي قبلة هي قبلة هي قبلة أصور لك المنظر خلا أنزل من المنظر بسم الله أصور لك المنظر قبلة واحدة قبلتين وداع كافي ليش مطول ليش ما ترفع شفايفك يا ابن رسول الله عن خد أبوك قال أنا أبي أعوض شو تعوض عوض عن شنو قال مو أبوي يوم اللي نزل أبوه بقبره أراد أن يقبل أبوه ما لقى مكان يقبل آه 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 كلما أراد أن يقبل ما لقى مكان يخلي فمه يقبل إيش سوى وضع فمه على نحره قبل
والله علم بحاله ابدال الجفن والتابوت وش سوى لف باريه وشاله لاقل الجسم لما وجاب الخنصر المقطوع قالوا نشيل نشيل يا ابن رسول الله نساعدك قال لحظة شوي ايش عندك قال لحظة قام يفتر وش عندك قال يا جماعة خنصر ابوي المقطوع وين جابه حطه لو قلنا الجسم لمه وجاب الخنصر المقطوع والجفين اللي جرم فيهم الجمال ها فوق الجسم مجموع اسأل انت وياه يبا هذا الجسد وين الرأس وين الرأس تبيني انا اجاوب ولا تبي زينب تجاوب ولا تبي الامام السجاد يجاوب من تبي يجاوب هذا الجسم وين الراس فوق السمهري مرفوع زين انا خلا اختم الليله ليله وفاه الامام السجاد ما فيكم واحد ما عنده حاجه ما فيكم واحد ما عنده طلب اللي عندهم مرضى اللي عندهم اسرى اللي عندهم لكن خلي اختمها بحرقه قلب الامام زين العابدين هذا اللي الامام يقول كلما نظرت إلى امرأة مجللة مكرمة تذكرت زينب ذكرت عمتي وين ذكرت عمتك وين ذكرت عمتك يقول يوم اللي طلعت من المخيم وإجت يم الحسين شايفين زينب من إجت عند الحسين أكو مقطوعة ما أروعها من مقطوعة يقول اولا وقفت بنت علي صبر جلد ها سوت خلت ايد تحت الجسم وايد شلتها للسماء قالت اللهم ان كان هذا يرضيك يعني اذا انت ترضى حسين يتقطع حسين يتسلب حسين يفصل راسه عن جسمه إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى ما شكل اللهم تقبل منا هذا القربان بعدين قعدت يم الحسين قعدت يم الحسين التفتت للمدينة صلى عليك مليك السماء يا رسول الله ترى هذه أمتك سوتها مو غيرهم هذا حسينك بالعراء مسلوب العمامة والرداء مقطع الأعضاء بناتك سضايا إلى الله المشتكى صار واضح خلصت ذيك الساعة عاد الحين زينب لازم تبدي مشاعرها ويا أخوها إيش سويت قالت لأبو علي ترى المصيبة هدت حيلي قعدت عنده تشوف الجسم قالت بعد هذه آخر مرة زينب راح تكون يمك هذا آخر وداع إيش سويت قامت وخلت راسها بحضن اخوها يلا يلي عنده اخت عزيزه على قلبه بسم الله خلت راسها على صدر الحسين تشوف الصدر مكسر ما في شيء سالم تقول له ابو علي انت بهالحال من يفزع لزينب ابو علي لو عندي اخو غيره ما يخالف لو عندي اخو ثاني ما يخالف لكن مالي غيرك يا ابو علي ابو علي مالي غيرك تقرا ويا زينب تختمها ويا زينب بسم الله مالي غيرك احلفك اذا عندك غير الحسين لا تقرا وياي هالليله اذا عندكم غير الحسين لا تقرا وياي احلفك بالحسين اذا ما عندك غير الحسين خل صوتك ويا صوت زينب بسم الله مالي غيرك يا حبيب الله والسجية ارفع ايدك
ودع 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 وداعية وداعية. بسم الله بسم الله بسم الله. ما لي غيرك يا حبيب مزجية، ما لي غيرك يا الجنين خيام عليا، ما لي غيرك ما لي غيرك يا غريب غيرك يا غريب الغابر يا مالي غيرك يا غريب الغابر يا الله الله مالي غيرك يا غريب الغابر يا مالي غيرك يا غريب الغابر. اسمعني اسمعني. مالي غيرك ما لي غيرك يا غريب الغامر يا غريب الغامر يا ابو علي نبرع حق هالمجلس. ما لي غيرك يا غريب الغامر ابو علي حبيب قلبي حسيني، تدري اللي كاسر ظهر زينب شنو؟ تدري اللي معلمني شنو؟ يا ابو علي اللي كاسر ظهر زينب ان قبل هاليوم ما حد شاف خيالها، اللي كاسر قلب زينب يا ابو علي تدري شنو؟ قبل هاليوم زينب كانت مدللة، اللي كسر قلبي تدري شنو؟ أخاف باكر أطلع من كربلة، أطلع من كربلة، لا حسين عندي لا أبو فاضل عندي، مالي غيرك. اسمع اسمع. مالي غيرك خويا الناس تتفرج علي، خويا راح امشي سبيا، مالي غيرك وين عباس. يلا يقول لي عود، يقول لي عود. حاضر عود. عندك اخي، عندك اخي تحبها تعز عليه. بسم الله الك. مالي غيرك يا ابو علي الناس تتفرج علي، والله يجوي هالبيت يجوي هالبيت. مالي غيرك خويا الناس تتفرج علي، مالي غيرك خويا ما ترد علي ما تجاوبني. معذور يا ابو علي يلما على جسمك راس معذور، يلي صدرك مهشم معذور. ترى زينب مو بس اخ واحد عندها، هم عندها واحد ابو الحار ابو الراس الحار،
هذا اللي وين ما يسمع باسم أخيته يدق الركبة يقول يلا زينب حطي رجلك هنا ونزلي، يلا عندك مريض عندك حاجة بخاطرك شيء، أبي أختم باسمك بسم الله بسم الله، لكن أبيك تثبت الأبيات. شوف زينب إيش قاعد تقول، شوف زينب إيش قاعد تقول، ها وإذا بها تلتفت الوين راح حق أخوها الثاني شو تقول له؟ يا أبو فاضل يلا يلا أنت تقول يا أبو فاضل غيرتك زينب سبية يا ابو فاضل غيرتك، والله اخاف من هالبيت وحق ابو فاضل اخاف من هالبيت، يا ابو فاضل غيرتك زينب غريبه، يا ابو فاضل تنسبي وهي الحبيبة، يا ابو فاضل ما تثور لها المصيبة. اسمع اسمع يا ابو فاضل، شوف زينب شنو قاعد تشتكي لابو فاضل، يا ابو فاضل حرقة والخيمة وعباتي. إذا أكو سيد بالمجلس أنا أرجو المعذرة، يعني يعني شنو مخدر ويحرقون عبايتها، تدري شنو هالكلام؟ يا أبو فاضل حرقة والخيمة وعباتي، اقرأ وياي يعني. يا أبو فاضل حايرة وخواتي، يا ابو فاضل يا الاخو ضاعت حياتي، بعد بعد يا ابو فاضل يا ابو فاضل انا بخاطري شيء، يا ابو فاضل ودي تعطيني الرايه، تسوين فيها زينب؟ شو تسوين برايتي؟ اشتبين بالراية؟ اشتبت بالراية زينب؟ يا ابو فاضل ودي تعطيني الراية، يا ابو فاضل ارد اسويها ابو فاضل ارد اسويها حبايب. ليش ليش يا ابو فاضل تدري ما نمشي سبايا، يا ابو فاضل تدري ما نمشي سبايا، جاوبها ولا ما جاوب؟ قال نعم، قالها زينة تجيني والسهام نابت بعيني، لا تجيني زينب ذاب جونيني، بصوت عالي حسين يا ما اسمع صوتك، say yeah.
سامحيني هذا جوابي يا سماحة الشيخ. هو قالها لا تجيني بعد قالها كلمة قال سامحيني سامحيني عن نهار لو طاحني ساري سامحيني وهذه آخر كلمة ما بينك وبيني.